حاجة لما تكون متضايق من حد أو زعلان منه في حاجة تقوله، أنت فاهم؟ أبسط شيء اتخنقت من كله بيبتسم في وش بعض مع إن محدش الحياة غير يعرف. كده، أنت فاهم؟ زي ما في ناس النهارده قالوا انهم هيصوتوا لحد وصوتوا لحد تاني، عادي بتحصل. والله خد بالك، أنا أقسم بالله موضوع التصويتات، موضوع مش قصدي يعني، بس موضوع ملوش علاقة بالتصويتات، موضوع ليه علاقة بالمعيشة، أنت فاهم؟ الواحد بجد بقى نفسه إن ناس تكون بتحبه بجد، انت فاهم؟ الواحد بجد فقد الناس، يعني بجد حس انا بقيمة. بحبك بجد، انت والله عارف كده. انا عارف، مش بتكلم عليك والله، شكرا. انا انا عارف، بس بتكلم انا بحبك بجد. اقول لك شيء، بص، خد نصيحة مني، اتنين تلاتة، لان اكتر كده مش هتعرف، مش هتلاقي من الاخر. بص، انا حاسس ان انا وحيد، هو ده لا، الاحساس اللي بس مش خانقني، وحيد، ما انا موجود ان معاك. انا والله اقسم بالله، يعني مفيش حد هنا بحمل له ضغينه او بكرهه، بالعكس انت عارف اني بحب الناس كلها، بس الغريب انك تتعامل مع الشخص ده، اوكي تتعامل معاه مره ممكن تلاقيه بيهزر معاك، تتعامل مره تانية تلاقيه غريب كده، او حد تحس انه بوشين او عنده انفصام في الشخصيه، مش فاهم. ايوه فانا بجد نفسي انزل واتكلم كده قدام كل الناس دي بجد. يا جماعه لازم يكون في صراحه مع ولا بعض، تتكلم ولا تتكلم ما ولا ينفعش حاول ما تتكلمش، مفيش صراحة. مش هيجيب، اصل فينك حاجه، مش هيجيب، مش هيجيب حاجه، مش قصدي يعني. انا حاسس ان هو، انا بقيت زي الناس دي تبقى فاكره ان انا فيلسوف او شيء، بس يعني كنت ما بتكلم مع كل حد وبديله نصايح في الحياه وبتاع، بس انا حمار زيك، بيضحك عليا، بس مش قصدي انت حمار، بس انا مش كده بس والله، والله بس فاهم قصدك، انا فاهم قصدك، بس هو شيء يضايق، شيء يضايق قوي يعني. بس بقول لك يعني، انت مش هتلاقي غير كم واحد، فاهم، اتنين تلاته هم اللي بجد هيحبوك، كنت هتلاقي نفسك انت بتحبهم بس، الباقي الباقي انت يعني بتعزهم اكيد، يعني ما ينفعش. صعب، انا مش بكره صعب، حد، بس انا بتكلم عموما. بس بص، انا بتكلم، انا بفهمك عموما، عموما صعب ان انت تعيش مع حد ليل نهار، زي ما انت قلت، بتفطر معاه الصبح وبتغدى معاه وبتتعشى معاه وليل نهار في وش بعض، حتى لو شخص انت ما كنتش بتطيقه في الاول او شخص انت مش عارف ايه، صعب انك ما تعزهمش في الاخر، تمام. بس الفكره كلها يا محمد ان 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 في ناس تفرق عن الناس، احنا يعني مش قصدي حاجه، بس احنا كمصريين بالذات، كمصريين احنا من النوع العشري بتاع عشرة، فاهم، لما مهما يعني، لو حد ممكن، حد انت ممكن تكون شايل منه، بس لما تعاشره بتنسى، انت فاهم قصدي؟ دي طبع فينا. فما تحاولش، ما تضايقش نفسك ان انت فيك طبع ده، الطبع ده كويس. انا مش بقول لك على موضوع النفاق ده، مش شرط يعني، مش شرط يكون حد عمل كده معايا عموما، يعني ممكن تكون علاقه اتنين ببعض. ماشي، يعني الواحد شايف مثلا الشخصين دول بيعاملوا بعض بشكل، مع ان هما الموضوع مش حقيقي، انا مش عارف كده. قصدك على مين يعني، بس ماشي. لا مش، والله اقسم بالله ما قصدي، انا حتى دلوقتي مش جاي في دماغي حد، تمام ماشي، بس انا اتخنقت فمحتاج ان انا اتكلم، يعني انت فاهم؟ بس انا بس مش محتاج ان انا اتكلم بجد، محتاج اتكلم في وش الناس، محمد، يعني محتاج بجد ان انا اتكلم مع ناس. اقول لك شيء، ما راجعش ليه؟ مش عشان حد، انا عايز اتكلم علشان انا، ما انا لا، ما هو علشان خد بالك، الكتمان، الكتمان عموما من مصارحه الشخص اللي قدامك بمشاعر، اذا كنت حتى عارف، لو قلت اللي قدامي ده ان انا مخنوق منك وانا متضايق منك وانت عملت معايا كذا 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 وانا متضايق منك، بجد هرتاح. انا ضايقتك في حاجه؟ لا مش انت والله، لا مش لا، عامه انا بسالك عامه، لو انت والله، مخنوق ما وعايز تتكلم، انا ضايقتك في حاجه قبل كده؟ والله انا لو مخنوق منك في حاجه بالذات انت، كنت هاجي اقول لك يا طب محمود، كويس، الحمد لله، انت فاهم؟ بس الحمد لله. انا بجد يعني مش مستمتع، يعني يا جماعه بس انا اقول لك، احنا مش بنقعد مع بعض. بس اقول لك، اقول لك شيء يا محمد، عشان بس يعني اقول لك يعني، انا بجد يعني، انا قلت يعني انت لازم تكمل خلاص، انك تتحط، انك تفتح موضوع زي ده ومع ناس كتير هيحطك في موقف مش حلو. اقول لك حاجه بقى، انا من الناس اللي مش هممني تماما لو لا قدر الله طلعت انه منين حد يصوت لي، انا الموضوع ده ولا يفرق معايا، مش عايز حد انا يصوت لي. مش قصدي في التصويت، انا مش مش قصدي الفكره. على التصويت، مش بص قصدي على بص، التصويت. انا لو انت كاره، فاكر، لو انت فاكر انك تعبان يا محمد كده دلوقتي خلاص، انت فاكر انك تعبان كده دلوقتي، انت عارف فاكر انت مشكله مضايق، الموضوع ايه يا شكري؟ مشكله الموضوع ان انا بصاحب الشخص ده وبعامله كويس، مش عشان هو يبقى صاحبي، عشان اكسبه في صفي. هو الموضوع بقى كده، انا مش عايز كده، انا عايز، انا اوكي، انا بحبك بره عن اي شيء، مش لازم انا اقعد صح، اضحك معاك علشان لما اطلع نومينيت صوت لي. صح،
انت فاهم؟ اوكي انا اطلع نومينيه وهقول لكم واحد واحد ما حدش يصوت لي. طب ما انا محمد طب اقول لك شيء. طب ما انا 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 من اول ما جيت هنا كله كان بيقول عليا كده، كله بيقول ان انا بعاشر الكل وبقعد مع كله بتكلم مع كله بحاول اعرف الكل عشان لما يجي احط في موقف يتهيأ يتصوت لي. بص بص اولا احنا بجد في يعني في عرض ان احنا نكون قريبين من بعض، ان احنا نتكلم مع بعض بصراحه، لان احنا بجد احنا مضغوطين، احنا بنحاول نكون افضل وبنحاول نجتهد انت فاهم. فيعني بجد يعني اقل حاجه ان احنا نتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض، تاخد حد تقعد تتكلم معاه. على راحتك يا محمد، بس انا يعني انا بقول لك انا بس انا خايف عليك بصراحه. يعني أنا والله بص انا خايف عليك لان انا عارف يعني انا عارف وانا اقول كلام عيب. انا مش هقول كلام عيب، انا هقول كلام عيب مش هقول كلام عيب، ان كلام الصريح الصراحه مش لكل الناس، بمعنى ان انا ممكن اتقبلها فاهم، لان انا الحمد لله الحمد لله ويعني اظن يعني يا رب يكون بره شايفين كده. ما اعرفش انا صورتي بره عامله ازاي، ما اعرفش الناس بتحبني ولا ما بتحبنيش مش عارف، بس يا رب يكون صورتي زي ما انا بتعامل معاكم هنا. انا ما كنتش بحب حد، انا بحبك بس ما كنتش بحب مش عارف مين. دي بس يا اسماء، تعالي يا اسماء، تعالي 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 خلاص تعالي تعالي. ايه الموضوع؟ فبقولك فالفكره كلها انك يعني تشرح ازاي. انا بقولك يعني انا الحمد لله من اول ما جيت لما كنت حد ما كنتش بحبه كنت اقول له ما كنتش بحبه، او انا مثلا ما كنتش مستلطفك فاهم قصدي، بس عايز اعرفك احسن. كتير ناس يعني منهم اقل حد منهم كان مثلا باسل مثلا يعني باسل دلوقتي من اكتر ناس بحبها وبموت فيها بجد انت فاهم. في كذا كذا حاجه كده، بس الفكره كلها ان انت اقول لك اللي انا عايز افهمه لك، انك مش بقول لك عشان التصويت، مش عشان التصويت، بقول لك عشان انت تتعايش مع الناس دي. انا اوكي انا فاهم التعايش يا شكري، انا بتكلم في اوكي احنا في منافسه تمام اوكي، مش عايزين نخلي المنافسه دي. انا تحت يلا بعدين. تعالي اسمع. لا 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 يا اسمع، تعالي اسمع، ما تعمليش فيها بتاع. تعالي مش عامله بتاع، انتوا تتكلموا على راحتكم، انا مش. طب ما تيجي احنا نتكلم على حاجه معانا. تعالي تقعدي معانا، يلا اسمع تعالي. طب انا عايزه اقعد معاك. خلاص انزلي انزلي يلا انزلي. يلا اسمع انا بقول لك عايزك تيجي تقعدي معانا. هزعل منك لو نزلتي. لا انزلي يلا انزلي يلا انزلي شويه. انا مش عامله بتاع والله، بس عايزاكم تتكلموا براحتكم. طب احنا بنتكلم براحتنا، انت موجوده تعالي اقعدي. طب احنا بنتكلم عن التوتال ايه ورجعي لي ليه؟ بنتكلم عن حياتنا في الاخر. بس هو مضايق موضوع النفاق والكلام ده كله. حطوا بعدين. سمعنا والله يا اسماء انا اتخنقت بصراحه. بس هو من الاخر اصل الموضوع هو عايز يتكلم بصراحه قدام كل حد. احنا عايز نتكلم كلنا بصراحه. اسمع هو لازم يا جماعه بجد بجد اللي هيحصل. انت شايفه ان ده طبيعي؟ ده لو حصل اللي هيبقى عادي يعني؟ هو انا هقول شوف وسؤال لو انت صريحه وهو صريح. انا مش صريحه بصراحه. لو انت صريحه وهو صريح وانا صريح نفترض الباقي هيبقوا صراح؟ لا. ما هو عشان كده انا ما بقتش صريحه زي الاول، يعني انا صريحه في نسبه معينه. لا الحمد بس لله في نسبه لسه جوايا مش عايزاها تطلع لحد. ولا بنافق ولا بدي حد وش بقى وش تاني ولا مش صريحه ولا مش صريحه. مش موضوع نفاق، لا مش قصدي موضوع نفاق. انا مثلا كنت من الناس اللي بتصرح كتير، ان مثلا انت تجيني تقول لي اسمع انا عملت كويس ولا لا، اقول لك مثلا غلطت في كده، تيجي انت بقى تزعل لا دي هي ايه هي يعني بالظبط، ويجي هو يقول لك مثلا اسمع انت عارفاكي بتتكلمي بجد وعارفاكي ما تغشيش وعارفاكي تقولي الحق، قولي لي انا عملت كويس ولا لا، اقول له مثلا غلطت في كده وكده، يروح يقول لها شفتي هي شايفه نفسها ايه، ما انت اللي قلت يا عمي من الاول قلت لي قولي فاهم. فانا بطلت بصراحه في حاجات بقيت بخبيها بصراحه. انت قال لي لا هو بيقول المعامله، بيقول لك يعني ناس بتضحك في وش ناس وبتتعامل بطريقه معينه مع ناس. انت الموضوع ده حسيته امتى؟ ساعه لما رانيا راحت؟ لا مش والله مش موضوع مش ما هو في حاجه ما هو في سبب بالظبط يعني هو بيخليك تحس كده. لو انت حاسس حاجه اتكلم محمد بجد. حاجه حصلت النهارده اتكلم. احنا دلوقتي شوف هقول لك حاجه، احنا قسم بالله حاجه حصلت النهارده وانا متفاهم هي ايه. انا والله مش بتكلم بحقبه وبخصوص مش حاجه معينه، بس اللي زقك ان حاجه حصلت النهارده. محمد مغربي، انا ممكن اكون في حالي وكل حاجه بس انا مش غبي. انا هقول لك حاجه، بص يا جماعه انا من اول ما جيت هنا